الصباح. صباح النور شعبنا. اهلا وسهلا يا استاذ. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. تفضل. صباح النور. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. صباحك. اهلا. تفضلي. شكرا استاذة إيمان. أول شيء يسعد صباحك ومنورتينا. صباح الفل ياسمين. وعم نحكي عن الشعر بين زمان وهلأ، بدي أخذ رأيك بفكرة كتير مهمة. أنت برأيك شو الفجوة اللي بتفصل بين الشعر القديم وشعرنا الحديث اليوم المعاصر؟ بالنسبة لأول شيء صباح الخير. صباح الورد. صباحكم فل وشعر وياسمين. يا أهلا. حين أنام في حضن وسادة السماء تراودني عصافير حلمي تعد اللقاء. يعني هاي قصيدة تعتبر منمنمات هايكو صغيرة. من زمان كانت المعلقات لغتهم، نحن هلأ منحكي لغتنا، فما فيني أقدر حط فرق محدد لأنه الإنسان ابن بيئته. مزبوط. يمكن هذا أكثر شيء نلمسه بوقتنا هلأ، إنه اختلف حتى مصطلحات اللغة العربية كنت قاعدة بحكي لهم اختلفت من هذاك الوقت لهذا الوقت. يمكن هذا اللي خلينا نقول بخلي كل شعر له طابع مميز. احنا بنعرف هلا الشعر الجاهلي والمعلقات الشعرية بايش كانت تتميز، شو اللي بيميز شعر اليوم؟ اليوم في عنا الشعر التلقائي المباشر الكلاسيكي، في عنا الشعر اللي قاله أدونيس، محمود، كل نزار. يعني كل هاي الأشعار إلها مدرسة، إلها روح. كل إنسان لما بيقول فكرة بتكون نابعة من جواته. القصيدة ما بتكتبنا، نحن اللي منكتبها صح، لكن بالفعل هي اللي بتكتبنا. يا ترى أنت بتدوري على العنوان لحتى تلاقي القصيدة، ولا القصيدة هي اللي بتلاقي العنوان؟ طيب أنا اسمحيلي بس الأول لحظة شباب، أتغزل فيكي وفي طريقة كلامك الحلوة وجدلتك الجميلة وشعرك. بتتكلمي بشعر، يعني أنت بتكلميني بأسلوب الشعر كتير مريح. الموضوع قد إيه الشخص بيأثر على نفسيته أنه هو يكون متعمق ومتغلغل في شيء بيحبه. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه أنتوا كلياتكم واللي عم يسمعونا كلهم شعراء. الله. الإنسان من جواته المشاعر خلقت فيه، بس في ناس رب العالمين عطاها قدرة إنها تترجمها بالفعل. هاي الترجمة كيف أنت بتوصليها كشعر؟ يرتقي الشعر لما بتحطي الكلمة المناسبة بالزمن المناسب وبالفعل المناسب. يعني أنا لما بحط جملة عادية عم بحكي أنا وياكي فيها، معناتها ما كان كلامي شعر. لكن لما بقلك قصيدة بتعرفي أني أنا عم أجيب كلمات حتى ولو كانت مش مباشرة، يعني رمزية. فهلأ في عنا نحن الشعر الكلاسيكي، الشعر الرمزي ما كان موجود من زمان. يعني دليلاً على سؤالك، الشعر اللي كان زمان لغتهم، فكانوا هن يبدعوا بالمعاني صح. فإذا بتحبي بقلك قصيدة فيها رمز، قولي لي بليز. أرتدي وطني، سألتني بجامة الزرقاء سماء، سألتني بجامة الزرقاء متى سترتدينني؟ قلت لها قريبا سأكبر مع بتول الأقحوان وأعبئ عطري من زجاجات الماضي لأرشه فرحا في حاضري ويفوح على مستقبلي. قالت حتى يحين ذاك القريب أخاف على لوني يغطس في الحنين وأخاف عليك. فقاطعتها لا تخافي سأهديك لزهر الأقحوان فأنا
مثلك أنتظر، جمع الأقدار ولتفعل بنا ما تشاء. كلانا كلانا كثير ينتظر، ولست أدري في النهاية من المنتصر. هي لأنه أرتدي وطني فسأفعل الوطن. السماء. أوكي. أصلاً الألوان إجت كلها من الطيف، من السماء. صح. فهو اللون الأصلي، هو الأساسي. بينما إذا قلت لك قصيدة عبارة عن قصة، لكن أنت حتوصلي بهالقصيدة للشيء اللي أنا قصدته وحكيت لك يا، لأنه القصة حتوصلك بالنهاية مع القصيدة للنتيجة. طفل أمه عم بتمرجحه، يعني بتعاتبه، بتقول له ليش عم بتشخبر على الحيطان، بيقول له بالقصيدة بجاوبك شو بيقول له. لكن للأسف بيكونوا بمنطقة فيها حروب، فيها صراع، فبتنزل قنبلة وبتكسر الحيط وبتقتل أمه وبتكسر المرجوحة. الجيران بيجوا بياخدوه على مكان ما فيه حيط، بيقول أحلم بجدار. بالأمس بالأمس يا أمي كان لي حلم يتسلق الجدار ميمتي، هل تذكرين يوم نقشته على جدراني، ويوم كنا في حديقة البيت أعلى قمة الجبل، وأنت تشدين حبل أرجوحتي وتسألين عن حلمي الذي ما زال ينتظر على ذاك الحجر. بذرة على شاطئ البحر تكبر معي، تزهر تثمر فتقولين إن هذا مستحيل، الرمل لا ينبت الشجر. لا، ليس كما تتصورين، وراحت تطير في الهواء تعلو أرجوحتي وأنت تشدين، وحين رأيتها من بعيد صرخ أمي هلا تنظرين، فركبت الأرجوحة لتري حتى علت الضحكات. اليوم لم يعد ليسألني أحد، فجميعهم غرباء عن حلمي، وحدك الآن معي في الخيام، حلم على قطعة من حجر. رحلت أمي، أخذت أرجوحتي والضحكات، وبقي معي الحجر. لكني نسيت أن أسألك أمي، بماذا بماذا كنت تحلمين بالأمس؟ بالأمس يا أمي كان لي حلم. آه نسيت، في خيمتي الآن أحلم بحيط تعربش شجرتي عليه. شكرا. شكرا على الالقاء الحلو، لانه عايشتينا الجو، عايشتينا القصه. احنا شفنا القصه بكلامك حبيبه قلبي، لانه يمكن حكيت لكم اياها. لا، ولانه القائك موسيقى الصوت، ايقاع الصوت، الحركات، كل هاي شدتنا لعندك. خبرينا شوي عن هذا الموضوع بالتحديد، يمكن قد ايه مهم الشاعر يكون عنده هاي الشخصيه القويه لحتى يشد جمهوره، لحتى يضل ماسك بايد جمهوره، وقد ايه كمان قادر يحس الكلمات اللي بيقولها ليقنع المستمع. هي الحساسيه اللي انتم فيها، هي الفكره. من هون بننطلق، من هون منقول القصيد. أنا فيني إلكن هلأ قصيدة موزونة على غرار الشعر الحديث اللي هو مش رمزي لكن موزون. بس هتفقد الإحساس تقصدي؟ يعني هي فيها وزن بس مش قصة، لكن أنتي رح تكتشفي القصة فيها. يلا أنا جاهزة. بس عن الحب. الله، في أحلى من الحب، في أحسن من الحب. بس لو تعرفوا هذا الحب، هذا أصل الحب، وما حقلكن العنوان، رح تقولوا لي إحنا رح نكتشف. أوكي يلا. أوكي ركزوا. تعال عبر مساماتي، تعال عبر مساماتي، تنفسني تعطشني لتشرب بحر آمالي، تعال اسكن لظى نبضي شراييني، فإن النبض طواق
إلى دنيا محياك. ألا اكتبني؟ ألا اكتبني بجلد الصبح جددني؟ وأربعة الحروف انثر بوجه الكون في إشراق إصباحي. عشيقي أنت، نفسي أنت، كياني أنت، أحبك أحبك أنت يا وطني. أفولي أنت إن غبت وإني قد توسدتك. أراجيحة من الألحان تعزفني وتبقى في دمي نبضا يدندن في أحاسيسي وفي أعماق وجداني. الله، حب الوطن. حب الوطن، أي وطن أنت واقفة عليه هو وطنك. أي وطن أعطيك الأمان والاحترام والمبادئ الجميلة الإنسانية هو وطنك. وأنت بتنسي وطنك اللي خلقتي فيه، يوم اللي بتلاقي إنه هذا الوطن يلي واقفة عليه أعطاك كل إحساس الإنسانية ووصلك لأنك تكوني صادقة بمشاعرك وتكتبيها وتعبري عنها ويقولوا إنك شاعرة. حابة أسلوب حضرتك حتى في الشعر العاطفي، بتمزجي كل الأشياء اللي أنت بتحبيها مع بعض، سواء مكان، سواء شيء، سواء إحساس، شعور، شخص جميل، بس في بعض الأحيان بتكوني كل تركيزك على شيء معين، مثلا زي الورود. انا بشوف ناس بتقعد بس في الحدائق تغازل الورود، تغازل الهواء الحلو، تغازل الشيء ده. يعني مهم انه يكون الشاعر عنده اتجاه معين، يعني مثلا هو يكون بيكتب غزل فقط، بيكتب مثلا هجاء، بيكتب رثاء، بيكتب واتيفر، ولا المفروض انه الشاعر ده يكون منفتح على كل انواع الشعر؟ شوفي، انا بتصور انه الشاعر ما بيحب الاثر، أي شيء بيأسره بيبعد عنه، وأغلب الشعراء بيأسروا حالهم بين أربع حيطان. يعني إذا بتدوري على هاي المواضيع بتلاقيها مظبوطة، لكن هن بالواقع بيبعدوا عن أي أسر. لكن الإلهام يوم اللي بيجي لحظة ما بيتدفق، أحياناً ما بتعرفي هي حالة حزن ولا فرح ولا حالة من، يعني في شيء اسمه إلهام من طبيعة، من بشر، في شيء بيعطيك الفكرة. قد يجوز أنت نفسك ما بتعرفي شو هي الفكرة، بعد ما توصلي لها بتحسي أنه عندك رسالة بدك تأديها، اللي هي بالنهاية أني مثل هلأ أنا وصلت لكم رسالة اللي هي فيها حب الوطن. رغم انك قلتي لي خلينا نطلع من حب الوطن، ولو انه هو جواتك الدليل على سؤالك انك حب الوطن ما بننسى طبعا، هو امنا، هو بدايه الحب وهو نهايه الحب. ليش؟ لانه انا اذا خسرت وطني خسرت كرامتي. صحيح. ممكن من وراها اخسر امي واخسر ابي واخسر ناسي واخسر الدنيا كلها. فانا وين انسانيتي؟ طب وين بدي حب؟ وين شو بدي اكتب؟ شو بدي عبر؟ صرت أنا بدي أدور على اللقمة اللي بدي أكلها، ما عاد فكر أني أعمل أشياء تانية بحياتي. طيب إيمان، هلأ إيه؟ أنا متعطشة لنوع من الشعر الغزلي، حكينا في حب الوطن، حكينا في أشياء، أنا حابة أسمع شيء غزلي. عندي غزل بس بالنهاية يعني رمز، مش غزل مباشر، فيه رمزية بعيد شوي عن الشعر اللي قلت لك يا قبل شوي، في عمق يعني بالرومانسية. حين يسقط آخر الوجع تختار بين سك الأبواب أو كسر زجاج النوافذ أو تجر جميع السلاسل المعلقة من الحافلة حتى نهاية آخر زاوية كان فيها الوطن بيتك من زمان، كان لغير المكان قد تتنفس منه السعداء أو تخنق عبير وردة أهديتها يوما لعيدك حين كان الأمل أول الأمنيات، وقبل آخر صاعقة أتت من هجع نجم كنس موجع حالك في الظلام لتحيل الربيع فصلاً
ما يزال نطفة في الكون، كأنه لم يخلق، لم يعرف، لم يطرى من أحد بعد، لم ترويه أسطورة من عنقاء، لا لون لا وصفة لا شكل ولا اسم، أي فيه، أي حس فيه، أي خافق، لم يغنى لم يعنى لم يمنى، أي حس لم يجنى، حين يسقط آخر الوجع يكون بداية جديدة لأول البدايات. هنا ستدرك كيف تهاوى جلدك على درجات الانتظار، وكيف يمر الوهم على خيالك دون أن تلقي عليه التحية أو السلام، وكيف ضاع الأثر في الروح والجسد. تختار ترتدي فروة لسمكة أم طير جميل، فتسك أصابعك على القصيد. هي بتأذيني شوي، بتبكيني، ما بدي أبكي. فينا نقول إنه اللي سمعناه كان كافي جداً وممتع وشيق، وطريقة إلقائك إيمان فعلاً خلتنا كلنا نندمج وننسى إنه إحنا قاعدين على الست وبالبرنامج. نتشكرك كثير إيمان، حبيبتي. روحك حلوة وطريقة إلقائك جداً قريبة من القلب، عيشتينا كل القصص اللي حكيتيها. بس رح تزعل مني سوريا لو ما قلت لها نهاية القصيدة، وها أنا يا شام كبحر ينضح بالألم، أخط بزرقة القلم على صفحات ربما كانت حمراء كي أرتاح حين أنثر. ها هنا، فهل ينتهي الوجع؟ فهل ينتهي الوجع حين يسقط آخر الوجع؟ شكرا. نتشكرك إيمان، إن شاء الله بتكون كل البلاد العربية بخير وتفرحي برجعتك لسوريا، والله يديم الأمن والأمان على جميع الأوطان العربية. نتشكرك كثير، نتشكر إحساسك الجميل، وصلتنا رسالتك وشرفتينا ونورتينا بصباح الخير يا وطن. صباح الخير يا وطن. رح نطلع من بعدها راجعين. صباح الخير يا وطن. شكرا. شكرا جزيلا.